مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في هذه التغطية الخاصة التي نستحضر فيها ذكرى ثورة 17 من فبراير، هذه المرة من مدينة العلم والقلم مدينة زليتن من أمام جامع الأسمرية الإسلامية. نستذكر مع ضيوفنا الكرام ذكريات ثورة 17 من فبراير، ولكن بعد هذا التقرير. والتاريخ والحضارة الإسلامية ما جعلا من زليتن مدينة للحفظة والحفاظ، تلك التي احتفظت بين جنباتها بصورة لا تنقطع عن الأذهان لقباب مسجد من أقدم وأشهر وأجمل مساجد العالم. فمنذ أكثر من 5 قرون ظل المسجد الأسمري أحد أهم المراكز الإسلامية في ليبيا لدوره الكبير في نشر تعاليم الإسلام وعلومه. والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك. وكما كان مسجد الأسمر أو المسجد الأسمري حلقة وصل بين أهم المراكز الإسلامية في شمال إفريقيا، كانت مدينة زليتن الواقعة على الساحل الغربي لليبيا وشرق عاصمتها طرابلس سباقة للالتحاق بركب الثورة وخروج ثوارها لنصرة بنغازي وإسقاط حكم العقيد، حيث شهدت المدينة أول خروج للمتظاهرين في 17 فبراير. ورغم حملات الاعتقال العشوائية التي طالت المتظاهرين في زليتن، إلا أنهم نجحوا في إزالة أكبر صورة للقذافي من على سطح الجامعة الأسمرية في 21 فبراير عام 2011. قدمت زليتن بعد تحريرها الدعم لباقي المدن الليبية، والتحم ثوارها مع ثوار مصراتة في مشهد من أروع المشاهد الخالدة في ذاكرة فبراير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا أنا ساكن في مدينة زليتن، والحمد لله رب العالمين، تو ثوار مصراتة وزليتن التحموا مع بعض في منطقة زليتن، وتو احنا متقدمين ونصر كبير ما شاء الله تبارك الله. الله أكبر. سيدنا على الأقدام وبسيارات مضادة الطائرات. يا أحمد. انتصر الثوار وبقيت زليتن محفوظة بالقرآن وسامقة كمآذنها. ضيوفنا الكرام، السيد عبد السلام عاشور احد سجناء ثوره 17 من فبراير، ايضا معنا السيد الهادي الدقيج العاتي احد ثوار زليتن الذين انضموا الى ثوار مصراتة للقتال هناك. نبدا يعني بسؤالنا المعتاد، يعني سيد عبد السلام عاشور، كيف تبعت ثورات الربيع العربي، ثوره تونس ثم ثوره مصر، كيف تبعت هذا المشهد قبل اندلاع الثوره في ليبيا، ومن ثم يعني هل توقعت اندلاع ثوره في ليبيا؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. تحية لك أخي محمد وتحية للعاملين في قناة النبأ. طبعا الشعوب العربية
التي منها الشعب الليبي كانوا عطاشة وكانوا ينتظرون الخروج على هذه الأنظمة التي كانت تحكمهم الأنظمة العسكرية سواء في تونس أو في ليبيا أو في مصر أو في سوريا أو في اليمن أو في كل البلدان العربية. فرحنا كثيرا وسعدنا كثيرا ببداية هذه التوراة المباركة في عند جيراننا في تونس، وكنا يعني نتوسم وننتظر الخروج أيضا في ليبيا قبل يعني حتى خروج المصريين أو اندلاع الثورة في مصر، لكن بعد طبعا الثورة التونسية كان الدور على الثورة المصرية، زاد الأمل أكثر وزاد يعني الرغبة في الخروج أكثر والحماس كل يوم يزداد أكثر من قبله. كنا ننتظر هذه اللحظة، وكنا طبعا كلنا يعلم نظام المقبور والقبضة الأمنية المحكمة التي كان يقبضها على الليبيين، ولكن كل ذلك لم يمنعنا من بعض التواصل الخفي في مدن ليبيا جميعا شرقا وغربا وجنوبا أيضا. حدث شيء من التواصل مع بعض الإخوة في المنطقة الشرقية ومدينة مصراتة. طيب يعني حدثنا كيف تابعت يعني بداية اندلاع الثورة وانتفاضة الشعب الليبي، كيف كنت تابع المشهد في بنغازي في مصراتة وغيرها؟ نعم. من المدن الليبية. نعم طبعا كلنا يعلم أن الثورة بدأت يوم 15 فبراير البداية الأولى في مدينة بنغازي وكذلك مدينة البيضاء، ثم بعد ذلك في المنطقة الغربية طبعا كانت مدينة الزنتان سباقة، ثم في نهار يوم 20 مدينة مصراتة، ثم مدينة زليتن وطرابلس كانت يوم 20 أيضا في نفس اليوم، ولكن زليتن خرجت المظاهرة الأولى يوم 20 فبراير بعد صلاة المغرب من مسجد البازة كما هو معلوم، أيضا في طرابلس وأنا كنت حاضر لمظاهرة طرابلس يوم 20 فبراير وأصبت في تلك الليلة. ثم رجعت بعد يومين، وكان الشباب متواجدون في على جزيرة الدوران وسط المدينة. طيب أنتقل بالسؤال إلى السيد الهادي، يعني حدثنا عن خروج أول مظاهرة في مدينة زليطن، كيف جرت أحداث تلك يعني تلك الانتفاضة، ويعني ما هي أبرز الشعارات التي رفعت في تلك المظاهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيك. أول شيء طبعا أول ما صارت الانتفاضة في زليطن، زي ما قالك شيخ عبد السلام، كانت الانتفاضة في مدينة مصراتة ومتابعين الأحداث في على مستوى ليبيا. في زليطن في طبعا أنا كان ما عنديش علم بالتجمع والخروج من المسجد البازة، فهمته واسمه بعد صارت تحركات في المستشفى في وسط زليطن، وفي مستشفى زليطن صارت شوي حركه هيك، فطلعت لوسط زليطن وكانوا في لقيت افراد من افراد كانوا يحدفوا طبعا في زي ما نقول لك يحدفوا في التوار اللي طالعين. نعم. اللي جايين من وسط البلاد، وفي افراد قاعدين كنت متوقعهم اصحابهم هم التوار كانوا يحدفوا في جماعة يعني ماما. يعني بعد اندلاع الثورة ويعني خروج مظاهرات في مدينة زليطن في جزيرة وسط المدينة، يعني هل كيف يعني من أين أتى هؤلاء الأفراد الذين كانوا يعني يقمعون هذه الثورة هذه الانتفاضة؟ والله بنقول لك أغلبهم طبعا أغلب الأفراد اللي جو كانوا يا أما أباهم في أجهزة أمنية وهم في أجهزة أمنية يعني هم أتبع نظام الصرف بالضبط، وأنت عارف طبعا قصدي مش ضروري يكون لابس صحيح. مش ضروري يكون شرطي أو في الجيش، يعني أنت عارف لما يعني جاءوا في ملابس مدنية وهدفهم هو يعني فك هذه الانتفاضة بالزبط. التي جرت وسط المدينة. نعم قمعونا بقصدي كانت مضايقات في البداية خفيفة وبعدين كل يوم. كيف كانت المضايقات؟ والله في البداية كانت في البداية ضرب يعني، وكنا في ناس تخش ما بيناتنا بين التوار وما بين الناس. تم استخدام أسلحة نارية؟ في البداية لا، كان ما فيش أسلحة، وبعدين بعد اليوم الاول اليوم الثاني كان في تهديد بسلاح وكان يرموا فوق، وبعدين عند يوم الخطاب بتاع معمر قدافي
طبعا يعني استمرت اكثر من يوم تلك المظاهرات التي ثلاث ايام متواصله. ثلاث ايام كانت تجمعات على الجزيره وسط جزيره الوسط الزيطان مدينه. نعم. فكانوا الشباب في الاول قصدي الحمد لله كان في تنسيق، في ناس قصدي فاهمه وكانت تنسق في الوضع، تنسق في المستشفى، تنسق للتمويل، تنسق لل، لكن ربك ما يسرش يعني ان حصلنا مكان فيه سلاح. وانت عارف الزيطه انها كانت مش في البدايه كانت مش مخزن للسلاح والذخيره لمعمر قذافي. يعني نحن تحدثنا قبل الهواء كان هناك اقتحام بمعسكر، الم تجدوا اي اسلحه يعني في ذاك المعسكر؟ والله في معسكر خشولة للشباب في البدايه كان ما فيش اسلحه. يعني هل كان تفريغ هذه معسكر من دون أسلحة؟ هل تم تفريغ هذه المعسكرات لأن النظام كان يدري أن يعني المتظاهرين قد يعني يذهبون لهذا المعسكر؟ والله هو السبب أصلاً كان في خوف من مدينة الزيطان من قبل الثورة. يعني أنت عارف في الله أعلم في سنة كانت في انتفاضة على اللجان الثورية قبل الثورة. قبل الثورة بسنين. فهمت؟ فمنها معمر قذافي كان خايف يعني من مدينة الزيطان أن تصير أي انتفاضة، فقلت له فيها حتى اللجان التورية قلت لهم في مركز الشرطة أما كانوا مجرمين هذيك الوقت. فهمت؟ فكانت في معمر متخوف منها مدينة الزيطان، فكانت متفرغة من الأسلحة والدخائر بصفة عامة. وفي طبعا في شباب في واحد من المعسكرات معروف معسكر ماجر كان فيه 400 جندي تقريبا. في المعسكر في أفراد مجموعة مشوا من وسط البلاد التموا ومشوا للمعسكر، لما هجموا على المعسكر فردوا عليهم وطلعوا فطلعوا زي ما قلت لك الامن جماعه الامن الداخلي من مناطق من منازلهم والمنطقه بالتحديد. فطلعوا قموا عادهم وحاصروهم وبعدين ربك سلم والحمد لله طلعوا منها. يعني اعود الى السيد عبد السلام، يعني كيف واجهتم يعني كان هنا عفوا كان هناك تشويش متعمد على قنوات التي تنقل احداث الثوره، ايضا كان هناك تعتيم اعلامي وحجب لمواقع التواصل الاجتماعي، كيف تابعتم اخبار الثوره ومدن الثائره وتقدم الثوار في ظل هذا التعتيم، ويعني كيف كانت المشاعر في تلك الفتره؟ طبعا المشاعر والمعنويات كانت مرتفعه الحمد لله. كان التواصل عن طريق الاتصال بثوار مدينة مصراتة، أذكر في هذه الساعة المباركة الطائر الشيخ خالد الواكشي والشيخ عبد الكريم كرزاب وغير من الثوار، لا أستطيع أن أذكر ذكرنا بعضهم. يعني كنت على تواصل معهم بجهاز الثورية. طبعا يحكوا لنا كيف صار وين قدموا. فأحد المرات كان يكلم فيها من لطائف الثورة، كان يكلم فيها في صومعة المسجد. نعم. هذيك المرة بهاتف يعني قال لي صومعة المسجد حتى يحصل على تغطية وتأتينا أخبار أول بأول. طبعاً كان الاحتقان كما ذكر أخي في هذه المدينة، وكان القبضة الأمنية وكانت معسكر للمتطوعين ولجحافل وكتائب المقبور وأيضاً بعض القوات التي أتت من الجنوب، قوات الطوارق المغاوير وغيرهم. فكان الحركة كانت صعبة، كان في تواصل. بالنسبة لي أنا شخصيا كنت تواصل جلة يعني مع ثوار منطقة البازة، يعني مجموعة منهم طبعا ما تمكنتش أنا من الذهاب إلى والالتحاق بالجبل، كنت أصبت كما ذكرت لك في بداية الثورة وحتى استمرت معي الإصابة لنهاية شهر 5، لكن كان في تواصل مع ثوار منطقة البازة. طيب بما أنك يعني ذكرت يعني موضوع جبهة الدفنية ومصراتة، أنتقل إلى وأعود السيد الهادي، تحدثنا قبل الهواء أنك يعني أنت وأخيك كنتم في جبهة الدفنية، انتقلتم لمؤازرة إخوتنا في مدينة مصراتة، فحدثني كيف جاء هذا الانتقال؟ هل ذهبت أنت وأخاك في نفس الوقت أم أنك كنت على مرحلتين؟ والله في البداية كان في تنسيق من بين ثوار الزيطان وثوار مصراتة، طبعا ثوار الزيطان اللي في الداخل. نعم. طبعا انت عارف قلت لك الظروف اللي كانت تسمحش ثوار الزيطان انهم يتحركوا. الزيطان كانت تكنة عسكرية، المدارس والمعاهد والجامعات كانت كلها متطوعين وخاطي الجيش يعني. فهمت؟ والدليل ان المدارس انضربت كلها من التحالف. فهمت؟ فكان تنسيق من بين جماعة الزيطان ومصراتة ان هم يجمعوا الثوار اللي معروفين ومضمونين، فجمعوهم
وطلعوا من مكان معين وقصوا من وسط العدو. وسط العدو قصوا في سيارات كبار عبوهم فهمتوا، سيارات كبار من لورا راكبين. فهمتوا قصوا بهم لعند ما وصلوا لتوار مصراته. طبعا اكثر من مره كانت هذه. فقبل لا يطلع اخوي فجيت للوالد قلت له نبغى نمشي لمصراته، فهمت؟ قلت له نبغى نمشي لمصراته، التوار تو مجتمعين وبيمشوا لمصراته. كيف كان موقف الوالد من هذا الطلب؟ يعني ابنائه الاثنين يطلبون ذهاب لجبهه القتال في مدينه مصراته. والله الوالد والله الحمد قاضي ما فيش كاين اي تردد يعني. حاجه واحده قال لي ما تمشوش الاثنين، نبي واحد منكم يقعد هنا باش لما مرات ربك ييسر ان شاء الله وتصير ساعه صفر زي ما نقولوا. وتصير منتفضوا عليهم كتائب من القدافي، فهمت؟ فتوكل الله اخوي، وبعد فتره تقريبا 3 شهور كي والله شهرين. طيب حدثنا عن هذه الفتره 3 اشهر، يعني شقيقك في مدينه مصراته يحارب مع ثوار اجهزه القذافي، انت مع عائلتك في مدينه زليتن، هل كانت هناك يعني مضايقات من اجهزه النظام؟ كيف كان موقف الوالد والوالده، وخصوصا ان ابنهم يعني بعيد عليهم في جبهه قتال؟ والله بالنسبة للوالد والوالدة الحمد لله يعني من ناحية نفسية نعتبر فرحانين الحمد لله، أن ما قلناش متخاذلين يعني، ما سيبناش التوار يعني بزيته، وبدأ خاصة التوار مصرات عندما كانوا محاصرين. ففترة طبعا المتطوعين كانوا فترة هذيك يراقبوا في المنزل، يصبوا قدام الحوش ويصبوا في طريق المزدوجة الثانية ويراقبوا في الحوش، ويجونا جيراننا يقولنا راوا يراقبوا فيكم ورد بالكم واطلعوا من الحوش، فهمت؟ ما بيناش نطلعوا في البداية طبعا. وفترة في الوالد في فترة كان طالع طرابلس هو وولد عمتي ورجل عمتي، فشدوهم في واحدة من البوابات فتشوا تليفوناتهم لقوا رقم الجزيرة فاسمه قبضوا عليهم وحطوهم في اليرموك، أول سجناء اليرموك. فولد عمتي قعد لعند التحرير، والوالد الحمد لله يعني طلع ثاني يوم، وقبلها بشوية كانوا في ناس عرضوا علي أن نمشي لواحد من الأزلام أو رؤوس الأزلام أن نمشي له ونقول له دي اللي حل. فقلت له كي يسهل يعني عملي، يسهل عملي. نعم. قلت له احنا خشين عليه والحمد لله، قلت له خشين عليه يعني كربك بيفرج عليه تو يطلق كم هذا. نعم. فهمت؟ وبعدين خاطي الناس طبعا يجوا يقول لنا طبعا ولدكم شدوه، وولدكم شدوا معاه 40 سير. فهمت؟ والحمد لله يعني تيسرت في البدايه، ما كانتش مضايقات قويه. وبعدين ربك فصارت الانتفاضه بتاعه 9 يونيو. صارت انتفاضة بتاع 9 يونيو فما طولتش هي، لأن خشوا فيها كانت مش صالح معمر والكتائب متاعها كانت مش صالحة. فالحل أن هم يديروا انتفاضة ويقولوا للتوار أنكم اقعدوا في منطقتكم عشان خش لكم الكتائب، فهمت؟ فكانت فيها 3 قتلى و3 شهداء من توار، وهم 11 قتيل أو مش عارف بالضبط، مو أكثر من 11 قتيل تقريبا. فالفترة هذيك كنا نجتمع توار زيطن، فاللي وقفت العملية جماعة الهدنة هذوما، فقالوا لنا وقفوا باقي التوار، قلنا وقفوا ما نبوش الفترة دي نبو نوقف. وبعدين جت تقديمة اسمها تقديمة التوار، يقولها تقديمة سوق الثلاث، احنا معروفة خشة سوق الثلاث نقول. لما قدموا التوار في خشة سوق الثلاث جاني واحد من جيراننا قال لي راه التوار وصلوا في سوق الثلاث. فأنا خذيت السيارة وطلعت مشيت وين مشيت للتوار، خشيت سلمت عليهم، كان في الطريق كانت فاضية ما فيهاش أزلام النظام. فخشيت سلمت عليهم ولقيتهم التوار مجتمعين، في مصابين وفي أسرى وفي، فهمتها؟ كيف كانت روحهم المعنوية في تلك الفترة؟ والله الحمد لله كانت معنوية، مش متوقعين هم ان هم يوصلوا منطقة سوق 3-5 كيلو تقريبا من المكان اللي طلعوا منه لعند مدينة سوق 3-7 كيلو. فقالوا لي نبوا جرحى ونبوا دكاترة ونبوا، فحاولت اني اتواصل مع التوار اللي هم عندهم علاقة بالدكاترة. فما حصلتش كلمت 2 عندي معي، واحد منهم قريبي اسمه فيصل بالرابعة. كان من احد التوار اللي كانوا دخلوا في سلاح لزيطن، ففي فتره انكشفوا قتلوا منهم، قتلوا اسروا منهم توار وقتلوا منهم، فما عادش عندهم تواصل. خذيتها معي وطلعنا، وفي بعض التوار حتى ما انضموا معي لسوق الثلاث، خشيت لحقت انضميت مع توار سوق الثلاث عند ما انسحبوا. وبعد فتره بعد زي ما نقولوا 20 يوم اهلي طلعوا من الحوش او اقل، طلعوا من الحوش سيبوا حوشنا وانتقلوا لحوش ثاني، فهمت؟ انا عارف مضايقات، انت لما يسمعوا عليك انك عندك حد في الجبهه حيضايقوك احتمال يخطفوك. نعم. وصار اجتماعات من عائلات ومن نقول لك من قبائل، وانت عارف زي ما يصير توه في الشرق بالتهديد ان هم يتبروا من صغارهم او يهجروهم. طيب يعني دهمنا الوقت للجزء الاول. اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه الجزء الاول من هذه التغطيه، فاصل ونعود اليكم بعد قليل.
أهلا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد في الجزء الثاني من هذه التغطية الخاصة التي نفردها لكم من مدينة زليتن. ينضم معنا من جديد السيد عبد السلام عاشور أحد ثوار وسجناء مدينة زليتن. أيضا ينضم معنا أبو بكر بن والي أحد ثوار وجرحى مدينة زليتن لنتحدث أكثر عن ذكرى الثورة. يعني نبدأ بك يعني سيد أبو بكر، حدثنا يعني كشاب من مدينة زليتن، كيف كان شعورك يعني في مظاهرات مدينة زليتن التي خرجت وسط المدينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. والله كان الشعور معنا فرحة كبيرة وفي نفس الوقت خوف شوية في نفس الوقت، معناها أن الثورة يقوم النظام بقمعها وشن بيصير فينا بعدها. فطلعنا المظاهرات على الجزيرة وشاركنا وشيعنا لافتات نصرة. طيب ما كانت أبرز الشعارات المرفوعة في تلك الفترة؟ أنت كشاب ليبي يعني ما الذي كنت تطالب به وما كنت يعني خرجت وتتظاهر من أجله في تلك الفترة؟ خرجنا ضد الظلم وضد اللي صاير الاستكراد واللي صاير نصرة الياهل بنغازي. واللافتات كنا كاتبين فيها معناها بنروح بالدم نفديك يا بنغازي، كنا نردوا في العبارات هدينا وقعدنا مصابين على الجزيرة. في البداية مجموعة قليلة وبعدين بدوا الناس في البداية خايفة شوي وبعدين قعدوا يتجمعوا بشوي بشوي، كسروا حاجز الخوف وقعدوا يتجمعوا، كل مرة يزيد العدد أكبر فأكبر. وبدأنا نتجمعوا نفس المخولات نعودوا فيها نصرة الياهل بنغازي وطلعنا ضد الظلم وضد الاستكراد وضد حكم الفرد معناها اللي صاير في البلاد. فهدي طيب سيد بكر، تحدثنا في الجزء الأول عن ما حدث في مدينة زليتن من قبضة أمنية ويعني محاولة لقمع هذه المظاهرات. طيب يعني بعد قمع هذه المظاهرات وسيطرة النظام من جديد على مدينة زليتن، تلك الأشهر كيف كان الوضع في داخل المدينة؟ كيف كان يعني الثوار من الناحية الاجتماعية يتحدثون؟ نعلم أن هناك يعني كان أشخاص مراقبين من قبل النظام، كيف كانوا يتحدثون عن الثورة وعن آخر التطورات في جبهات القتال؟ كانوا يتحدثون معناها دائما يتفاعلوا خير وشفنا الثورة كيف الحق انتصر في تونس وكيف نجحت الثورة في مصر، فكنا متفائلين خير ونشوف في الشعب كيف طلع على نظام الظلم، وكنا متأكدين أن الثورة بإذن الله معناها بتنجح. فدائما كنا نتفائل ونتواصلوا مع الثوار ودائما في أخبار مفرحة وفي تقدمات تصير معناها مدينة مصراتة وفي بنغازي دائما في تقدمات جديدة، فكنا متأكدين أن البلاد حتتحرر من الظلم وان معنا معمر حيزول مش مسألة وقت كلها وحتنجح الثورة بإذن الله. فكانوا دائما توار من وسط زليتن يتواصلوا مع توار زليتن في مصراتة وتوار مصراتة وتوار بنغازي ويخبروا فيهم اخبار مفرحة، وكنا نراجعوا في ساعة الصفر ونراجعوا امتى ننتفضوا معنا من وسط زليتن، وراجوا في التوار زليتن وتوار مصراتة امتى يقدموا معنا ويحرروا زليتن ونكملوا معهم ننضموا لهم ونكملوا باقي مشوار تحرير ليبيا. نعم. طيب قبل ان نتحدث عن تحرير زليتن انتقل للسيد عبد السلام عاشور. طبعا الثورة في زليتن لا يمكن الحديث عنها دون ذكر المجزرة التي ارتكبت في سجن اليرموك. أنت كنت أحد سجناء هذا السجن وكنت شاهدا على هذه المجزرة، حدثنا كيف تم اعتقالك وما السبب وراء الاعتقال؟ تم اعتقالي في منتصف شهر 8. طبعا كنت يعني مطارد ومطلوب عند أجهزة القذافي نتيجة المعلومة التي طبعا وصلت إليهم من المشاركة في بداية المظاهرات كما قلت لك مظاهرة طرابلس والإصابة، حتى أني كنت أعالج في أحيانا في البيت وكنت أنتقل. هل يعني أتباع النظام السابق عرفوا أنك يعني أصبت في في المظاهرة؟ حتى أن الإشاعات كانت تأخذ يعني مناحي، أحدهم يقول أصيب في الزاوية، واحد من يقول يصيب في زنتان وإلى غير ذلك. هناك الإشاعات والشائعات كما أنت تعلم الكاذبة التي كان يروجها المتطوعون والتابعون لأجهزة. طيب أين تم القبض عليك بالتحديد؟ طبعا بعدها كما قلت لك أنا تركت أحيانا أبقى في البيت، والمدة الأخيرة تركت قبل شهر رمضان تركت بيتي
وقعدت في بيت آخر. طبعا اقتراب التوار من مدينة زيتن وصولهم بالتحديد لمنطقة نعيمة يعني رأينا أن تحرير المدينة بات وشيكا وقريب، فرجعت لي أصبحت أتردد على البيت، وهم في تلك الفترة يراقبوني وأنا لا أدري. طبعا بقيت اليوم الأول واليوم مساء، اليوم الثاني بقيت في بيتي، ثالث يوم طوقوا المنزل بعد صلاة العصر في منتصف شهر رمضان، وطبعا بدأوا بقرع الأبواب السور البابين الباب الكبير والصغير، فعلمت أنهم هم سمعت ضجيج حركة السيارات، ولا كان الضرب على الباب قوي، فتحت الباب فدخلوا وقاموا طبعا بالقبض علي ونقلونا إلى مكان في مدينة زيتن. طبعا أغلقوا كبلوا الأيدي وأغلقوا وضع الكمامة على العينين، فنقلونا في مكان بتنا بقينا فيه 24 ساعة. اليوم الثاني نقلونا إلى طرابلس، وكنا لا ندري في بادئ الأمر أننا في سجن اليرموك إلا بعد يومين أو ثلاث. طبعا كغيرنا من السجناء الأخيرين لحقنا التعذيب والتنكيل والإهانات، الضرب والإهانات المعنوية. طيب قبل أن نتطرق لظروف الاعتقال في سجن اليرموك أعود إلى أبو بكر بن والي، أنت يعني أحد ثوار مدينة زليتن، خسرت يعني من أجل الوطن عينك ويدك، أيضا هناك شظايا في ظهرك يعني، ولازلت وقلت أنك ستحتفل بهذه الذكرى، لماذا هذا الحب لفبراير؟ يعني حدثنا عن ما الذي تشعر به في فبراير؟ أشعر بفرحة ضد، لأن 17 فبراير قامت لنصرة المظلوم. ولأني من حيث كنت صغير نشوف المواقف كيف تصير قدامي، ونشوف أبوي كيف، أبوي طبعا عافي لحيته من قبل الثورة، كيف دائما يجي للحوش ويمسكوا منه في بطاقته، دائما يحط بطاقة سكانر تحته، معناه دائما يبصموا في يديه ويقولوا ويفكوا منه في بطاقته ويقولوا له معناه حلق لحيتك وتعال خذ البطاقة. فكان ديما مظلوم لأنه هو عمله في الخمس يمسكوا فيه في البوابة ديما، معناه عفي اللحية هذا معناه حرية شخصية، شيء حر فيه، لكن درجة الظلم معناها كبيرة. زي مثلا يبدأ حد عنده خادم من حيث هو صغير يخدم وبيكون نفسه بس صغار يعيشوا متريحين، يبني عقار مثلا في وسط السوق، تجي لجنة التطهير تقول له من أين لك هذا، معناه هو خادم طول عمره باش صغار يعيشوا متريحين وباش ياكلوا متريحين، وتجي لجنة تفكها منه بكل سهولة، معناها هذا شيء إرهاب دولة، مش ما هواش إرهاب عصابة ولا إرهاب أفراد، معناها الظلم لدرجة غريبة. فأنا لما طلعت في سبيل الله وطلعت لنصرة المظلوم، ما نندمش على شيء زي هذا، واللي قدمت لسبيل الله، معناها ما فيش حد ما قدمش في 17 فبراير، كل اللي بينقدموا ما، فهذه معنى الفرحة لا توصف، ومهما الواحد يقدم أي كل الناس قدمت، واللي قدموا كلهم مهما قدموا معناها حيحتفلوا، لأنهم طلعوا ضد نظام ديكتاتوري، نظام قمعي، نظام فرد واحد، الدولة كلها ملك شخص واحد مثلا معناها. طيب أعود للسيد عبد السلام عاشور، حدثنا كيف كانت هي الظروف في سجن اليرموك؟ نحن نعلم أن هذا السجن يعني كان به أكبر، يعني تعتبر أكبر مجزرة من مجازر النظام، حدثنا كيف كانت ظروف الاعتقال تلك الفترة؟ طبعا كانت في البداية وضعونا في التريلات في ثم في مجموعة كانت موضوعة في الهنجر، ما يسمى بالهنجر، وهو عبارة عن كان جمعية زراعية. طبعا كنا موجودين في هنا، هذه التريلات كانت موجودة مجاورة لبعضها، وكنا عدد كبير متواجد موضعين في المكان هذا، ضيق وحر، نعلم في الشهر الثامن طبعا حرارة شديدة، وكان يمنعنا عنا الطعام والماء أيضا يأتي إلينا فترات بسيطة جدا وكميات قليلة، ونهيك طبعا على التعذيب وإلى غير ذلك يعني. وكانت طبعا التهديدات حتى بالقتل. وكانوا طبعا بعدين نقلونا إلى الهنجر وجمعونا في العدد كله، شبه يعني العددنا كلنا حوالي 157 سجين، كنا في الأول 26 سجين في التريل هذه،
ووضعونا أيضا حتى في الحافظة بتاعت المثلجات هذه الصغيرة، وضعونا حتى مرة في حوالي 11 شخص في هذا المكان الصغير، وضعونا يوم وليلة في هذا المكان، ثم نقلونا بعد ذلك كما قلت لك إلى الهانجر، ثم بعد الأيام الأخيرة وقعت المجزرة. طيب لنعود بالأحداث قليلا وانتقل إلى سيد بكر، لنعود بالأحداث قليلا ونتحدث عن انتفاضتي مدينة زليطن، نبدأ بانتفاضة 9 يوليو، يعني حدثنا عن هذه الانتفاضة وكيف جاءت؟ كيف جاءت؟ طبعا كان في تنسيق في وسط مدينة زليطن بين المناطق، وكانوا بيحددوا ساعة الصفر علشان تنتفض مدينة زليطن بالكامل، وكان الشهيد طارق حمادي يتواصل مع جميع المناطق، وهو طبعا بصفته خبير في مجالات الاتصالات والكمبيوتر، كان عنده انترنت على القمر الصناعي، فهو حاول يشغل الانترنت على القمر الصناعي، هم عندهم أجهزة تردد، فهجموا على البيت متاعه وهو ما باش يسلم، قعد يقاوم معهم لأن هون استشهد في يوم 9/6، فانتفضت منطقة 9 يونيو بالكامل، وقعدوا الناس جو من بعض المناطق من زليطن لوسط 9 يونيو وقعدوا يقاوموا معهم، فصارت مقاومة كبيرة، وقتلوا فيها التوار 11 من كتائب القذافي، وجرحوا معناها الكثير، واستشهدوا 3 من توار مدينة زليطن. فلكن القوة اللي جت باش تقمع الانتفاضة في المنطقة هذه قوة كبيرة جدا، اضطروا ان هم يديروا هدنة ويتفاوضوا معهم بسبب وجود العائلات في وسط المنطقة، ما يقدروش يقاوموا معناها، لان الترسانة العسكرية اللي جت كتائب معناها مجموعات كبيرة جو، فاضطروا ان هم يديروا هدنة ويغيروا معناها، يحاولوا يديروا ساعة صفر جديدة، لكن في نفس الوقت فرضوا انفسهم في وسط مدينة زليطن، وفرضوا انه خلوا كتائب القذافي تعرف ان المنطقه هذه منطقه تائره وضد معمر القذافي، معناها حتى الكتائب ما كانتش تتجرأ تخش للمنطقه 9 يونيو حتى داروا هدنه، قعدت في نفس الوقت فارضه نفسها المنطقه. نعم، يعني الثوار فرضوا كلمتهم بالرغم من انهم تحت يعني قبضه امنيه كبيره. ايه نعم. طيب انتقل لسيد عبد السلام عاشور ونعود من جديد الى سجن اليرموك والظروف هناك، يعني كيف كنتم تتابعون اخبار ما يجري في مدينه زليطن وفي كل المدن الليبيه من يعني من احداث؟ هل كانت هناك وسائل للتواصل او اشخاص معينين يعني يوصلكم بالاخبار، ام كان هناك تعتيم كامل؟ كان تعتيم كامل وليس هناك اي تواصل، إلا في اليوم قبل تنفيذ المزرعة بيوم سمعنا أن مدينة زليطن تحررت وأن التوار على مشارف يعني تجورات، هذا الخبر اللي اسمه منطقة وط الرمان. نعم، والبعض يؤكد الخبر والبعض لا يؤكد الخبر، أنهم الباقي يقول أنهم في منطقة كعام، خبر منطقة هذا وصلنا في اليوم قبل التنفيذ، أما غير ذلك فلا نعلم شيء. نعم، أعود لأبو بكر بن والي، يعني الانتفاضة الثانية وهي الانتفاضة التي يعني تسببت في تحرير المدينة، حدثنا عن انتفاضة البازة ومن أين أتى الثوار، وما سبب دخول يعني قوات النظام للبازة، ومن أين أتى الثوار لحماية هذه المنطقة؟ انتفاضة البازة كان سببها كان أحد الثوار من منطقة البازة. نعم، ففي سيارة متطوعين ديما تدرس قريب على المنطقة، فطلع هو فجرها بالجلاطينة وفجر السيارة، تجمعوا الكتائب وخشوا للمنطقة وقعدوا يرموا في الرصاص. نعم، طبعا في ثوار قاوموا من وسط المنطقة داخل، وجو واحدين بعضها طلعوا من المنطقة وقالوا راه صار معنا قعد يدخلوا للبيوت وانتهاك البيوت. نعم، يعني الكتائب لم تراعي حرمة المنازل والأهالي والأطفال والمشايخ، لم تراعي أبدا، معنا كانوا ما فيش بيت ما خشوا لاش، كل واحد ينتظر أمتى يخشوا لحاشا، فلما طلعوا بعض التوار وخبروا الكلام هذا قعدوا يتجمعوا في منطقة تانية وقعدوا يجوا من جميع. من أين هؤلاء الثوار؟ هل هم من منطقة معينة أو من المناطق؟ من جميع مناطق زليطن، زي منطقة الغويرات، زي منطقة 9 يونيو، زي من جميع المناطق تجمعوا، قعدوا يتجمعوا ويطلعوا بشوي بشوي باش يفزعوا في أهل في منطقة البازة. فأول ما طلعوا كانوا كتائب القذافي بحدا مدرسة زليطن المركزية. نعم، مسكين أحد الثوار من عائلة الصاري
ولافين عليه ويصبوا عليه في البنزينة معناها. طيب يعني عذرا لضيق الوقت، ولكن عند دخول يعني عند تحرير مدينة زليطن بالكامل، كيف كانت المشاعر في تلك الفترة، وخاصة أنك يعني تعتبر شاركت منذ بداية الثورة؟ كانت فرحة كبيرة وغمة حولت من علينا، معناها كنا خايفين وكنا معناها مش قادرين نطلعوا من مناطقنا من درجة الحصار اللي صاير للمناطق. فلما خش التوار فرحنا فرحة لا توصف، وبدوا وتحررت مدينة زليطن من داخل، طبعا زادوا كملوا حرروها. نعم. فاحنا فرحنا معناها فرحة كبيرة جدا بتحرير مدينة زليطن، بأن الحق في زليطن انتصر على الباطل. نعم. وبأن قدرنا نطلع معناها من مناطقنا وقدرنا نكملوا مشوارنا ونحاول ونضمينا للتوار ونحاولوا نكملوا التحرير لباقي مدن ليبيا معنا. نعم. أعود للسيد عبد السلام عاشور، يعني كلمة أخيرة تقولها يعني بمناسبة هذه الذكرى السادسة لثورة 17 من فبراير لثوار ليبيا. والله أوجه كلمة بسيطة مختصرة كما قلت لضيق الوقت لجميع ثوار ليبيا الشرفاء، ثوار مدينتي مدينة زيتن، وكل ثوار ليبيا جنوبا وشرقا وغربا بوحدة الصف ورص الصفوف ويعني اللحمة والاتحاد ونسيان الخلافات والنزاعات بينهم. نحن كنا في سجن كغير من السجن الأخرى، يعني كان معنا من عدة أو من جل المدن الليبية، كنا يدا واحدة، فيجب علينا أن نظل ونستمر يدا واحدا واحدة ضد إرادة حكم العسكر في وإعادته في ليبيا، وهذه المشاريع كلها بإذن الله سبحانه وتعالى إلى زوال ولا يحق إلا الحق. نعم. وأن ثورة فبراير هي ثورة الكرامة الحقيقية وثورة العزة الحقيقية وثورة الحرية الحقيقية. ثورة فبراير يعني مهما كانوا مهما حاول أعداؤها تشويهها ومهما أظهروها بأنها فوضى إلى غير ذلك، عارمة إلى غير ذلك، ولكنها جاءت بالمبادئ التي جاء بها الإسلام، هي رفع الظلم وإحقاق الحق يعني غير ذلك. منك أعتذر منك لضيق الوقت، أشكرك جزيلا على يعني مشاركتنا في هذه الحلقة. أيضا سيد أبو بكر بن والي أشكرك شكرا جزيلا لمشاركتنا في هذه الحلقة، وأسأل الله أن يحفظك. ونشكر السيد الهادي دقيج العاتي أحد ثوار مدينة زليطن على مشاركته في هذه الحلقة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائنا المشاهدين، هنا من مدينة زليطن نقدم شكر خاص للجامعة الأسمرية الإسلامية على مساعدتنا ويعني مساعدتنا لنجاح هذه التغطية ومد يد العون. أيضا نشكر كل من ساعدنا من ثوار مدينة زليطن لإنجاح هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي في يعني حلقة قادمة من مدينة أخرى. لكم منا ومن فريق إعداد هذا البرنامج كل التحيات، إلى اللقاء.